دموع بزاف سلوكية ولا دمعة سالت عليا كل غنيلي بسعيد صفية وبالفلوس وليت محبوس حتى البليزي تعطيتهم ميكي غايبوز والبوليس هما في السيربيس هاد البلاطوز عندهم البيت الكواليس حنا جماعية وحناش مرايا ما عندي شي صاحبي واللي معايا لا بخايا واللي سمو الصح وفلوسها خباقة مسلم اللي كان محبوب بيه هنايا فكادير وكتحب بيها كادير اللايف تا هي من طبيعة الحال السؤال هو واش ما غاديش نتصنتو شي نهار شي تراك اللي فيه جمال ومسلم هذا هو السؤال البسيط خلي لكم الكريم صافي لك على راسو هي ماشي مشكلة خايا بلي نتلاقاو شي فكرة شي موضوع نحطو على سلة ماشي مشكلة على راسو هي الله يودي اليوم مالو مال بلاد مالو معاه جي جي تيس تيس وان تو جي هاي هاي اول مره في اكادير وشحال حنا باغيين نجيو يعني الصراحه ولكن ما تسعتش الفرصه هذه اول فرصه وغيعيط لي السي عزيز قلت له مرحبا نجي للراس العين وان شاء الله تكون شي حاجه مزيانه يعني كنشوف الموفمون هنا مزيان الدراري كيتحركوا وبرافو يعني باللي طلعوا واحد ايفينمون فحال هذا يعني تبارك الله اليوم وهادي واحد الحاجه عاوتاني مزيانه ان من الشمال تهبط يعني لاكادير يعني هادي الثقافات كيتبادلوا وداكشي بخير يعني الراب راه واحد الحاجه بوزيتيف في البلاد ماشي مزيانين بالنسبه للصواري اليوم ان شاء الله نتمنى يكون الببليك حاضر وشرف لانني نحضر لابون بروميير ديال مسلم اللي هو واحد الرابور ديالنا اللي كبير بزاف وتبارك الله كنحتارموه واليوم غنشارك انا البارتيسيبان على لابون بروميير ديالو وشرف ليا وكنشكركم اللي كنشكر هيد راديو اللي مواكبه ديما للاحداث ومواكبه الجديد ديال لي جون حبس القبر شهر من باينه والغدره بين الخوت كاينه